طيب خلونا نعرف ايه موضوع انه هتشيل جنينه ويتعمل جراج من المهندس خالد رؤوف رئيس حي النزهه. باشمهندس خالد مساء الخير. يسر خير يا فندم، اسمع سيادتك. مساء النور، اهلا بيك. يا إيه باشمهندس، ليه عايزين تشيلوا الجنينه يا باشمهندس؟ والله يا فندم هو واضح ان في لبس في الموضوع. احنا الدوله يعني بتحافظ على الحدائق، عمر الدوله ما هتشجع ان هي تشيل حديقه ولا كلام من ده. هو سيادتك في سنه في نهايه 2014 وبدايه 2015 كانت محافظه القاهره عرضت على مجلس الوزراء اقتراح ان هي تعمل جراج متعدد الطوابق بنظام البي او تي لخدمه الاهالي منطقه شيراتون، عشان خاطر التكدس الانتظار اللي حصل بسبب وجود الاكاديميه في المنطقه. وده كان من شكاوى الاهالي. القرار صادر سيادتك، وبعدين هو في سطر يبدو ان ما حدش خد باله منه ان الجراج كله تحت سطح الارض مع الحفاظ على المسطح الاخضر. الجراج يعني تحت الارض تحت سطح الارض، سطح الارض فني. ما تمام، والحديقه يعني هنشيل الجنينه نعمل الجراج نرجع الجنينه بالظبط. ده ممكن كمان الجراج تعمل بطريقه نفقيه زي النفق بتاع المترو، يعني مش شرط ان انا اشيلها كمان. يعني ممكن ما تشيلش يعني الجنينه كمان. بالظبط يا فندم بالظبط. فهو يبدو ان اخواننا يعني الاهالي في الشيراتون في لبس في الموضوع بالنسبه للقرار دون. طيب خلينا نوصل كلامك ده باشمهندس خالد لاحد الاهالي او احد سكان منطقه الشيراتون. معانا الاستاذ محمد سمير. استاذ محمد مساء الخير. اهلا، مساء الخير. سمعت كلام الباشمهندس خالد؟ للاسف حضرتك ان مسؤول زي ده في حي زي ده وهو عارف الاهالي بيعانوا قد ايه من شهر اكتوبر 2014 ويطلع يقول كلام غير صحيح على التلفزيون وهو عارف ان احنا معانا الادله وعارف موقفنا قد ايه. ايه الكلام الغير صحيح؟ شهر اكتوبر 2014 حضرتك احنا فوجئنا بالاكاديميه ازالت 50 شجره معمره بقى لها اكثر من 15 سنه من الجنينه وقامت بقطعهم. ساعتها شكلنا لجنه من السكان ورحنا قابلنا الاكاديميه، ايه يا اخوانا بتعملوا ايه؟ قال لك احنا واخدين تصريح من المحافظه ومن حي النزهه بتطوير الجنينه والحديقه بصفه عامه، وهنضيف اشجار وهنضيف انوار وهنضيف مقاعد. قلنا لهم اللي هيضيف اشجار ومقاعد وانوار بيقطع شجر قديم بقاله 15 سنه. صورنا الكلام ده بالفيديو حضرتك، وصورنا الكلام ده بالاشجار، وطلعنا عملنا محاضر في اسم شرطه النزهه وقدمنا شكوى للنائب العام السابق الراحل هشام بركات. قدمنا شكوى للرقابه الاداريه، لرئاسه الجمهوريه، لمجلس الوزراء، لمحافظه القاهره، لحي النزهه. ولولا ان مهندسه من اداره التشجير والنظافه بالقاهره موظفه شريفه ومحترمه راحت عملت محضر، وهي من الحكومه بس لا تخضع لحي النزهه، راحت عملت محضر للاكاديميه ان هم بقطع الاشجار وده يشكل جريمه عقوبتها الحبس والغرامه. قامت الاكاديميه بارجاع الوضع كما هو عليه وشجرت الحيطه اللي قطعتها. شالت الشجر رجعته تاني ازاي لعمر 15 سنه ده؟ لا، ما عملت ايه حضرتك؟ هي شالت النجيل عشان كانت هتعمل ملاعب، احنا ما كناش فاهمين ايه الوضع لسه. رجعت النجيله صناعيه مش طبيعيه. يعني ما قصوش شجر بقى، شالوا النجيله. ده شالوا النجيله ب 50 شجره يا استاذ رامي، انا بكلم حضرتك. هم رجعوا شجرة؟ النجيله خالوا قطعوا 50 شجره، والكلام ده موثق بالصور وبالفيديو. طيب فبعد المحضر اللي عملته او اللي اتعمل رجعوا النجيله تاني. رجعوا النجيله تاني، واحنا السكان اشترينا 36 شجره على نفقتنا الشخصيه وقمنا زرعناهم تاني مكان اللي اتقطع. تمام. طبعا فوجئنا بعد كده، احنا بحثنا عن الموضوع لقينا ان المحافظ عمل بروتوكول مع الاكاديميه لانشاء ملاعب ومبنى اداري وكافتريات اهداء للاكاديميه. كل ده غير الجراج؟ ده كان في الاول حضرتك الخطه، مبنى اداري من دور اول، مبنى اداري من دور اول، وده قرار طالع واحنا جايبين الورق من حي النزهه اللي الاستاذ خالد الباشمهندس خالد بيقول لك ان الكلام ده غير صحيح. مبنى اداري للاكاديميه. لا ما اتكلمش على القصص دي كلها، واتكلم على موضوع الجراج. ما انا هقول لحضرتك الموضوع تطور ازاي. فكان الخطه الاولانيه مبنى اداري وكافيتريات وكافيهات وملاعب لصالح الاكاديميه. تمام. طبعا لما احنا عملنا الشكاوي دي الرقابه الاداريه مشكوره اصدرت توصيه ان الموضوع ده غير قانوني ولا يجوز تفعيله في الحديقه لان دي ملكيه عامه ومخالفه للدستور. تمام. وبعتت هذا القرار للنائب العام الراحل وافتت بتشكيل لجنه برئاسه النائب العام لارجاع الوضع كما هو عليه والغاء قرار محافظ القاهره. جميل. طبعا السكان فرحوا وخلاص فرحوا وقلنا الموضوع تمام والموضوع خلص. هترد طبعا باشمهندس خالد، بس لحظه واحده نوصل بس لموضوع الجراج.
وانتهى الموضوع على هذا الاساس وانتهى الموضوع على هذا الاساس. فوجئنا بتجديد الموضوع بعد يعني بفتره بشهر قبل استشهاد النائب العام الرحلة انه كان الملف عنده ان الجراج هيعاد انشاؤه على مساحة 6000 متر ورحنا لحي النزعة لان احنا رافعين ضد قضية حضرتك وخدنا منه جواب رسمي ان سوف يتم انشاء جراج متعدد في الحديقة طبقا لقرار محافظ القاهرة والحي غير مسؤول عن هذا الموضوع. طيب لا ثواني بس، ما هو دلوقتي رئيس الحي قال في فعلا جراج بس ده تحت الارض. يا فندم حضرتك عشان تحفر تعمل جراج حضرتك هتشيل الجنينه ولا مش هتشيلها؟ زي ما حصل انا التحرير. قلت الكلام ده للبشمهندس خالد دلوقتي قال لا وارد كمان ان احنا ما نشيلش الجنينه. يا حضرتك ده شالوا قطعوا 50 شجره من الاول. ده الاكاديميه. هذا الأكاديمية بتصريح من محافظة القاهرة. طيب. وبتصريح من حي النزهة. كل اللي حضرتك سردته ده يعني حق الرد مكفول للبشمهندس خالد. بشمهندس خالد اتفضل. طيب بص يا رامي بيه. هو سيادتك يعني هو في موضوعين فيهم لبس. موضوع الجراج ده حضرتك ده موضوع اولا محافظة القاهرة لا تهدي الجراج للأكاديمية ولا حاجة. الجراج ده مشروع خاص بالدولة وقرار رئيس الوزراء ان المحافظة هي اللي هتنشئ الجراج وتديره. بنظام الاستثمار بطرح على المستثمرين بنظام البي او تي. استاذ محمد ما قالش ان الجراج تبع الاكاديميه، قال انه كان في قرار ان الاكاديميه تعمل مبنى اداري وملاعب وكافيهات و... لا ما انا لسه هكمل يا فندم، لسه انا بتكلم في موضوع الجراج. لا ما هو ما قالش يعني، بس واضح ان هو ما قالش ان الاكاديميه اللي هتعمله فضل. لا يا فندم ولا اهداء، لا هو في حد قال ان ده اهداء للاكاديميه الجراج. لا الجراج مشروع الدوله بتعمله وهي اللي هتديره بنظام البي او تي. ده موضوع. الموضوع الثاني سيادتك اللي هو حصل بقى فيه الخلط في الموضوع ان في حديقه تاني، الحديقه دي كانت فعلا فيها بعض الاماكن مش متشجره ومحدش مهتم بيها. الاكاديميه تطوعت ان هي هتشجر الحديقه دي على نفقتها الخاصه وهتهديها لاهالي المنطقه. طب راحت قطعت ليه 50 شجره من الحديقه الثانيه؟ موضوع تاني خالص. اما ليه راحت قطعت 50 شجره وشالت النجيله من حديقه شلتون؟ يا فندم انا بؤكد ان هذا المكان غير مصرح فيه بانشاء اي مباني اداريه ولا دور ارضي ولا دورين ولا اي دور. ده مسطح، عباره عن مسطح. حضرتك بتقول في حديقه ثانيه. استاذ رامي، استاذ رامي ثانيه. استاذ محمد طيب باشمهندس خالد حضرتك بتقول في حديقه ثانيه مهمله. كلام موثق. حضرتك قلت في حديقه ثانيه مهمله وبالتالي الاكاديميه قالت ان هي اللي هتشجرها وهتنظفها وما الى ذلك، صح؟ نظفتها واهداء منها لاهالي شيراتون. تمام. بدون اي انشاءات. راحت شالت ال 50 شجره من حديقه شيراتون ليه بقى؟ والنجيله؟ نعم يا فندم. راحت شالت 50 شجره والنجيله ليه من حديقه شيراتون؟ بتاعت ان الشجر اتشال في 2014 سيادتك. انا ما عنديش معلومه بالكلام دون. انا يعني ويمكن في الوقت ده انا ما كنتش موجود. انا بكلم سيادتك على الكلام الموجود في الوقت الراهن ان دلوقتي الحديقه دي تم زراعه النجيله فيها وتوضيبها وهي جاهزه دلوقتي ومفيش فيها اي انشاءات. ويوم ما حضرتك رئيس الحي من موقع الجنينه دي، فين موقع الحديقه دي؟ فين موقع الحديقه؟ الحديقه دي في وسط مربعات شيراتون يا فندم. مفيش حديقه زي دي حضرتك، واتحداك لو جيت توريها لنا فين الحديقه دي. والكلام ده غير صحيح. وانت حضرتك عارف واحنا عاملين محضر، عاملين محضر ضد الحي وضد الاكاديميه ومحاضر شرطه واسم النزهه نزل وثبت ان الشجر كم قطعه. ولولا كده ما كانتش الاكاديميه وقفت ورجعت الوضع الى اساسه. طيب. بعدين يا باشمهندس خالد، طبقا للقانون الشجره الوحيده اللي اي شجره حديقه تعاقب بالغرامه او بالحبس. طيب استاذ محمد لحظه واحده، لحظه واحده استاذ محمد. وبدون اي انشاءات وغير مسموح اي انشاءات فيها. باشمهندس خالد اتفضل يا فندم. دلوقتي زمايلي هينسقوا مع حضرتك ومع الاستاذ محمد سمير كاميرا البيت بيتك بكره تجي لكم مساكن شيراتون وتنزل معاك وتشوف الحديقه، حديقه شيراتون، وتشوف الحديقه الثانيه اللي حضرتك بتقول عليها انه الاكاديميه هتشجرها وكده. نشوف الموقعين على الطبيعه. تمام، الكاميرا بكره هتكون موجوده مع حضراتكم، حضرتك والاستاذ محمد سمير، ونصور بالزبط. الكلام ده كله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا مهندس خالد رؤوف رئيس حي النزهه والاستاذ محمد سمير من سكان منطقه الشيراتون. بعد الفاصل يبدا حوارنا حول الاوضاع داخل لبنان، باريس الشرق، وايضا داخل سوريا وما تبقى من الأراضي السورية مع كل التطورات والمستجدات اللي بتتطور يوم بعد يوم. في حوار مع وزير الدفاع اللبناني الأسبق عبد الرحيم مراد، تابعونا بعد الفاصل.